تتميز إمارة الشارقة بمسطحاتها الخضراء ذات المناظر الطبيعية الخلابة بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارة بالاهتمام بالحدائق والمنتزهات، كونها الأماكن المميزة التي يتنزه فيها الزوار ويستمتعوا بقضاء أوقاتهم فيها. تحرص إمارة الشارقة على تقديم أرقى مواصفات ومكونات البنى التحتية القادرة على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات النمو في الحدائق والمنتزهات، لتلبي تطلعات المجتمع في إيجاد منتزهات خضراء توفر الراحة والاسترخاء والهدوء، وتتيح ممارسة الهوايات والألعاب الترفيهية في بيئة صحية وآمنة. وتعتبر الحدائق في إمارة الشارقة ملاذاً للزوار والسكان بعيداً عن صخب الحياة، لما توفره لهم من أماكن مناسبة لممارسة الأنشطة والهوايات بصورة تعود على جميع أفراد الأسرة بالنفع والفائدة.